اهلا بيكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره الابتكارات والاختراعات. معانا دلوقتي المبتكر محمد معوض. اهلا اتفضل يا وسهلا باشمهندس. فندم، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك اهلا استاذ وسهلا محمد فندم، عوض، اهلا وسهلا فندم. مبتكر في تصنيع شاشات العرض. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ حضرتك انا محمد عوض حمودة، قوات مسلحة بالمعاش، اهلا وسهلا بحضرتك. الكلية الفنية العسكرية سابقا، قسم نظم معلومات متطورة. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك حضرتك استاذنا فيه. ممكن تقول لنا ازاي جات لك فكرة الابتكار؟ الفكرة جات من ان انا اصلاح وصيانة اجهزة، والفكرة جات لي ان فعلا بننفق فلوس كتير او اموال طائلة على الفك والتركيب والفك والتركيب وحاجات معينة، وده التطوير او الابتكار ده هو هيوفر كتير للأسر المصرية. يعني هي شاشة العرض دي عبارة عن الناس، يعني المشاهدين هيفهموها دلوقتي، شاشة عرض عادية زي كده أم شاشة تلفزيون؟ شاشة التلفزيون المتواجدة في البيوت، البيوت العادية. البيوت تمام، العادية. إذا حضرتك مقدم فكرة ابتكار ابتكار لشاشات التلفزيون لشاشات الموجودة في التلفزيون، البيوت العادية ايوه علشان هتوفر المشاهدين كتير. يوصلوا تطوير على الشاشة الموجودة حاليا، تمام تطوير عليه. تمام يا فندم. تمام، حضرتك ممكن تقول لنا فكرة الابتكار والمشروع، تكلم لنا عنه؟ حاضر. هو حضرتك الابتكار ان انا ممكن دلوقتي الليدات كنت بفك الشاشه كامله، لا مش هفك الشاشه خالص، البانل كنت طب هي دلوقتي بشيله. الصوره معاها على الشاشه دلوقتي، ممكن تمام حضرتك تشرح عليه؟ اتفضل. موجوده؟ اللي هي الصوره رقم واحد. الصوره اتفضل. ماشي تمام. نشرح عليها من هنا ولا اتفضل. من هنا. انا كنت بفك الشاشه بالكامل عشان اشيل البانل ده هو وارقب الليدات، فالليدات طبعا دلوقتي خلاص مش هنفك الشاشه ومش هنفك خالص، الفك اللي قدام حضراتكم ده مش هنفك الشاشه خالص، هنركب الليدات بطريقه تانية خالص. قصدي حضرتك الليدات عشان الناس تكون فاهمه برضه، الليدات اللي هي الحته الاضاءه الالكترونيه. الاضاءه الداخليه للشاشه، الاضاءه اللي بتنور البانل من قدام. تمام. فالليدات ديت عشان نحطها في الشاشه لازم نفك كتير، واللي بيصين بياخد مبالغ طائله. فانا هوفر حكايه الفك والتركيب خالص، وهيبقى الثمن هو اللي او الاختراق اللي يعني تمام. الثمن هيبقى بسيط طب جدا. ماشي، الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها خلاص. ده ايه بقى؟ هنا طبعا اسطوب خلاص. انا كده مش هنعمل حكايه، هنقسم الشاشه لاربعه، اسطوب بالاحمر موجوده العلامه الحمراء ديت، ده اسطوب خلاص ان انا خلاص كده مش هنفك الشاشه خالص، ان انا هرقب الليدات من مكان اسقام معينه من الجناب، ان انا هرقب الليدات دهيت من الجناب خلاص، انتهت موضوع فك الشاشه. يبقى كده البانل ذات نفسه مقسم تاني، قسم تاني خالص، ان هو هركبه بطريقه تانيه خالص زيها زي ايه، اي بطاريه حجاره. تمام. الصوره اللي بعدها حضرتك. الصوره اللي بعدها حضرتك ديت كمان، ان الشاشه دي في التصنيع هتقسم لاربع اقسام. القسم الاولاني اللي هو البانل ده لوحده بينزل لوحده خلاص، ماليش دعوه باي موضوع تاني. اما حكايه الليدات خلاص حلناها، وحكايه كمان الصوت اللي هو السماعات حضرتك خلاص اتحل، هيركب كانه زيه زي البطاريه، زي لندن دي يو، صورة ايه بقى؟ زي اي حاجه. دي صوره البانل من قدام. البانل ده هو هينزل من قدام، من مكان تاني خالص. ابتكار جديد هيوفر فلوس كتيره، هيوفر مجهود كتير بصراحه للمواطن. في صور تانيه؟ تمام. لا كده لا خلاص، الصور خلصت خلاص. تمام. طيب ايه هي القيمة اللي انت هتضيفها لعالم التكنولوجيا وعالم في حد الشاشات حاليا دلوقتي؟ ده دلوقتي ان حضرتك القيمة ان توفير مليارات. في تواصل. تمام، كمل. اتفضل تعالى، اعملوا سلام. كمل برضه. ها تمام. اتفضل.
كمل. وحضرتك دي هتبقى بطرق يعني علميه جدا، وفي نفس الوقت هي مصلحه للمصنع ومصلحه لبعد البيع، وهيبقى في نسبه شرائيه عاليه، قيمه يعني شرائيه عاليه في السوق، لان كله هيطلب المنتج ده لانه هيوفر كتير. طب يعني انت دلوقتي طالب سبونسر لفكره حضرتك، تمام مظبوط. طيب ايه الحاجه اللي في منتجك مميزه جدا تخلي الراجل السبونسر دوت او الراعي الفكره بتاعت حضرتك ديت واللي هي تدفعه ان هو يمول مشروع حضرتك؟ هو ان حضرتك جميع ان فعلا هيبقى الطلب عليها اقوى طلب في السوق المنتج ده، لانه هيوفر للاسر المصريه فلوس كتير جدا. يعني بصراحه يوفر كتير جدا للاسر، اللي هي جميع الاسر المصريه. يعني تقريبا الشاشه المبلغ كام؟ المبلغ لو كل شاشه توفر فيها 300 جنيه ده في الليدات بس، في لو هننتج انا مليون هيبقى 300 مليون. طيب ده بس في الكلام، وهنلغي فكره ان 80% من قيمه الشاشه اللي كل الكبير والصغير بيقولها 80% من قيمه الشاشه، ان البال لو انكسر حضرتك يبقى كده 80% واخد الشاشه ب 200 جنيه، لا ده الكلام ده مش هيحصل ومش هنسمعه تاني، خلاص انتهى، لان شاشه حضرتك ضمان مدى الحياه، ان هي الليدات بتاعتها تركب وانت واقف، ولو فيها ليد واحد اللي هيركب ماشي، اتنين ماشي، تلاتة يبقى الطقم كله هنغيره كله. طب هل في تحديات بتقابل في تصنيع الشاشات ممكن تعوق؟ يا فندم لا، في قطع غيار مثلا تبقى مش متوفرة، غالية ما نقدرش تنتجها؟ لا يا فندم، هو كله متوافر وكل حاجة متوفرة في السوق بالذات للشاشات، وحضرتك هيبقى موضوع تاني وابتكار جديد في الشاشات. إذا حضرتك محتاج سبونسر يدعمك ويمولك تمام في تصنيع الشاشات الجديدة، تصنيع الجديد، الابتكار التصنيع الجديد. طيب في ابتكارات واختراعات حضرتك بتسعى ليها جديده؟ تمام يا فندم، في حاجه كمان انا بعملها، بحاول الغي شاشه الكمبيوتر، وهي تبقى ممكن الشاشات دي يبقى الاقبال عليها اكتر، لانها ممكن تبقى شاشه منها كمبيوتر ولوحه مفاتيح وماوس، ويبقى الهارد مركزي في مكان معين، زي ما مدينه الانتاج، زي مزبيرو، زي اي مكان في الدنيا. حلو، فده احنا بنسعى ليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هتوصل لهدفك، وهتلاقي سبونسر يدعمك باذن الله. ربنا يخليك، وحضرتك شرفتنا في فقرتنا، ربنا يخليك يا استاذ نفين، وبالتوفيق دايما يا رب، وتيجي لنا في حلقه ثانيه باذن الله مخترع الشاشه دي باذن الله. ربنا يخليك يا رب. وفي نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده، شكرا ليكم على حسن استماعكم لينا، وان شاء الله استنونا كل يوم سبت الساعه 1 مع بسمه امل جديده اللي هنرسمها على وشوشكم ان شاء الله، واللي باذن الله هنحاول ان احنا نحل بيها كل مشاكلكم النفسيه والتربويه والاسريه ان شاء الله. في رعايه الله.